ممكن تكون بني آدم زينا، مش ممكن. حرام عليك، ليه كده؟ نصر شاب مسكين، ليه كده؟ صدقيني يا ليلى، أرجوك تصدقيني، ما كانش قدامي أي طريقة تانية غير كده لما شفته ناوي يقوم من مكتبي على مديرية الأمن عدل عشان يبلغ عن جينيفر. عارفة لو كان عمل حاجة زي كده كان حصل إيه؟ كنا رحنا كلنا في 60,000 داهية. بس نصر شاب صغير لسه في بداية عمره، ذنبه إيه يدفع تمن كرهنا وحقدنا؟ صدقيني إني ما كنتش أحب حاجة زي كده تحصل، خصوصا لواحد زي نصر. أنا كنت مضطر، القدر هو اللي حطه في طريقي علشان ينتهي النهاية دي. دي مش نهاية نصر يا إبراهيم، مش نهاية نصر، دي نهايتنا إحنا، وإنت اللي كتبتها بإيديك، وهتشوف، هتشوف يا إبراهيم. مش قادرة، أنا إنسانة وليا طاقة في الاحتمال. طب معلش ما تعمليش في نفسك كده عشان خاطري، ده غلط عليكي، أنتي مالكيش ذنب في حاجة. خلينا بقى نفكر في روحنا شوية. روحنا؟ ما احنا خلاص روحنا في داهية، كل ده بسبب إبراهيم وجنانه. أنا خلاص هقول لأحمد، هعترف، هقول له كل حاجة. جايز جايز ده يخفف من عذاب الضمير، عذاب بيحسبني كل لحظة كل لحظة. وتفتكري بقى لما هتقولي له هيعمل معاكي ايه؟ هيسامحك ولا هيطبطب عليكي؟ فوق يا ليلى، ده ابنه وقلبه مشعل النار عليه، وساعتها مش هيرحمنا ولا هيرحمك، وهيولع فينا كلنا. من حقه، من حقه، ده ابنه. انت عارفه ساعتها ايه اللي ممكن يحصل لنا؟ حبل المشنقه هيبقى حوالين رقبتنا كلنا. ما يهمنيش، ما يهمنيش، انا عايشه ميته. بصي كده، بصي، انا ميته، ميته، بموت كل لحظه كل لحظه. ليلى هانم، في ايه يا احمد؟ هيكون في ايه هنا؟ ده نوع من المحبه والاحترام. بس تأذني لي أسألك عن سبب الزيارة الجميلة المفاجأة دي. عادي، جيت أطمن عليك وانت في الظروف اللي انت فيها دي. هو في حاجة أهم من إني أطمن عليك؟ أنا زي الفل الحمد لله، كويس جدا، خصوصا في اللحظة دي عشان حضرتك جنبي. يعني أخبار نصر إيه؟ الله أعلم الحقيقة. أنا البنات كمان سألوني عليه، واضطريت أقول لهم إنه سافر شرم الشيخ ورجع لشغله هناك. كنت بطمنهم يعني، مع إني بيني وبينك أنا نفسي مش مطمن. خرجت العالم ولا بتدور على موقع مصر؟ مصر هنا في الجزء ده، الركن الشمالي الشرقي من قارة افريقيا. وحضرتك لو فردت الخريطة بتاع العالم هتكتشف ان اليابسة تمثل 20% من الارض مش اكتر، الباقي مية. وفي 20% دول لو قست موقع مصر هيطلع في القلب بالظبط. على رأي الدكتور جمال حمدان لما سمى مصر إنها دولة ليها عبقرية في المكان والزمان. في المكان لأنها جاية في منطقة القلب من العالم القديم اللي هو أفريقيا وآسيا وأوروبا. كان
لسه الامريكتين دول محدش عارف عنهم حاجه ولا استراليا. وفي منطقه العالم القديم دي، في المنطقه دي بالذات، جزء في الصين والجزء الاخر فيما يسمى الشرق الادنى، مصر وفلسطين والشام ومنطقه العراق ومنطقه الرافدين، قامت كل الحضارات القديمه، وكان اقدمهم واهمهم واخطرهم الحضارة الفرعونية القديمة دي، مصر. مصر اللي بنحبها، مصر اللي علمت العالم زي ما قال بريستد في فجر الضمير، علمته يعني ايه يكون في ضمير. مصر اللي قبل بعثات الانبياء كانت توصلت الى ان الله واحد احد لا شريك له. دي مصر يا ليلى هانم. ولو بصيتي في الخريطة برضو على سيناء هتلاقيها واخدة شكل القلب، لأنها في قلب كل إنسان مننا. أنت لو مشيتي بعد سينا بشوية حتى في صحراء النقب هتلاقي بقايا معابد فرعونية قديمة، لأن أيام الدولة القديمة كانت مصر مسيطرة على المنطقة دي بحالها، وامتدت حضرتها من المنطقة دي للعالم كله، علمت العالم. دي مصر اللي أكيد انت عارفه معناها وقيمتها ومقدره وجودها ووجودك فيها. عمتي! هاي! في ايه؟ انجي! انجي لمت هدومها كلها ومشت، رحنا بره. انجي خدت كل هدومها واختفت. ايه يا ليلى لو سمحتي، انا عارف هي موجوده فين دلوقتي، بالظبط كده في الشقه. ايوه طبعا انا متاكد انها اتصرفت كده من الخوف. ايوه طبعا خايفه من ساعه ما وضع الزفت ده اللي اسمه سالم. طيب بس اتصلي انت بيها هناك، ها؟ ولا بترد على الموبايل؟ يبقى زي ما قلت بالظبط، من كتر ما هي خايفه مش هترد على التليفونات. طيب حاضر، هطمنك. مع السلامه. انت قلت ايه يا ابراهيم؟ ممكن تقول لي؟ تهيألي كده اني ما سمعتكش كويس. لا انت سمعتني كويس قوي وكلامي خرم ودنك. بقول لك رحت لإنجي الشقه علشان اطمنها بعد ما قبضوا على سالم. ما لقيتش نصر موجود في الاوضه زي ما سبته، مع انه المفروض بعد الجرعه الزايده من الباربيتيوريت دي يخش في كوما ما يطلعش منها ابدا. عارف ده معناه ايه؟ ما ترد عليا. عارف ده معناه ايه يا ابراهيم؟ معناه في حد انقذه. ده معناه ان في حد عينه علينا وبيرصد تحركاتنا. التخريف اللي انت بتخرفيه ده. انا بخرف يا ابراهيم؟ طب قول لي بقى، ازاي راجل في غيبوبه يمشي على رجليه ويخرج؟ يا ابراهيم انت بتكذب عليا ولا على روحك؟ مش معقول نكون كلنا حاسين بالخطر وانت مش حاسس باي حاجه. كفايه لحد كده يا ابراهيم، كفايه ونرجع مطرح ما كنا. Over my dead body. على جثتي. مش هسيب احمد عز الدين ينتصر ابدا. احمد عز الدين ده ايه؟ خلاص السكينه قربت على رقبتنا يا ابراهيم. افهم بقى، خلينا نفلت بكلتنا ونرجع مطرح ما كنا ونسيب هنا خالص. مفيش حد فينا هيتحرك من هنا. اللي جيت عشان اعمله هنفذه. هفضل العبهم كده على طول، والشاطر بيضحك في الاخر.